ياما ناس كانت بتظن انها لها مكانه كبيره عند ربنا وبقت في الاخر، وياما ناس كانوا يظنوا ان هم بعاد وقدام ربنا هم اغنياء في الايمان. اغنياء في الايمان هو لما وقف الفريس وبيصلي قدام ربنا يقول اشكرك يا رب انني لست باقي الخاطفين الظالمين الزناه ولا مثل هذا العشار اصوف الاسبوع يمين وعشر كل ما اقتنيه. كان يظن ان صلاته ما اتقبلتش، ده بيظن نفسه احسن واحد، ولكن في نفس الوقت العشار اللي واقف من بعيد وارحمني يا رب انا عبدك الخاطف هو اللي اتقبلت صلاته. عشان كده دايما الصلاه اللي تخلو من طلب الرحمه من الله واعطاء المجد لله مش مقبوله امام الله. يا ما بيصلي وهو بيصلي وهو قدام ربنا ولا يقبل انه كلمه ولا تقبل كلمه منه، لان صلاته تخلو من طلب الرحمه من الله وصلاته تخلو من اعطاء المجد لله. ما في ناس بتصلي تبتدي على الناس، طب ربنا يقول لي ده ايه؟ ده اي اله ده؟ وده اله خير ولا شر اللي تطلب منه الشر ده؟ وربنا هيمشي على هواك؟ ما ينفعش، ما ينفعش. يقول يصنع خيرا. دايما الصلاه فيها طلب الرحمه من الله. عشان كده دايما لكم بصلوا بالاجبيه تيجي في الاخره اقول لك قول كيرياليسون 41 مره. كيرياليسون كلمه يونانيه، يونانيه مش قبطيه. كلمة يونانية معناها يا رب ارحم، ولكن فيها رجاء، يعني أرجوك يا رب ارحم، أرجوك يا رب ارحم، أرجوك يا رب ارحم. ده من كلمة كيرياليسون، شرط لها قوة. ودايما لما بنتكلم برضه زوكسا باتريكا يوكوب دوغموتي دي معناها المجد للآب والابن والروح القدس، وبرضه كلمة يونانية. دي كلمة يونانية اللغة نزل بها الإنجيل. وتعطي المجد لله وتطلب الرحمة من الله. دي الصلاة المقبولة أمام الله. أهو الفريس واقف بيصلي أشكرك يا رب لست مثل الخاطفين الظالمين الزناة ولا مثل هذا العشار أعشر كل ما أقتنيه وأصوف الأسبوع مرتين، وعمال يمدح في نفسه قدام الله. طلب الرحمة من الله؟ ما طلبش. أعطى مجد لله؟ ما طلبش. ده بيمدح في نفسه، أنا بطلع العشور وبصلي وبصوم وزي الرجل الوحش ده العشار الوحش ده أنا حلو. طب إيه بقى اللي أنت عاوزه من ربنا؟ فسر يعني المريت اللي بيصلي دقق في معنى الكلمة اللي بيقولها، دقق في معنى الكلمة مش حياة محفوظة وبس، دقق في معنى الكلمة. طاف تصلت أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، أيها يا رب اسمك المقدس في حياتي وفي أعمالي وفي أفكاري. يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تملك على قلبي، تملك على فكري، تملك على عقلي، تكن مشيئتك. حياة التسليم اللي انت عاوزه يا رب في السماء وفي الارض، تكن مشيئتك الصالحه في السماء وفي الارض. صلاه فيها قوه، قوه تحرق الشياطين، فيها قوه. انما الفريس اللي بيصلي ده ايه؟ اشكرك يا رب لست بخاطفين الظالمين الزناة ولا مثل هذا العشار، بصلي وبصوم وانا وبطلع العشور، ده انا حاله حلوه قوي. وظهر نفسه صلى وفي نظر نفسه وفي نظر ربنا صلاة غير مقبولة، غير مقبولة. عشان خاطر كده لهم آخرين أولين وأولين آخرون. هو ده حصل كده، هو ده سمعان الفريسي لما المرأة الخاطئة بتقدم بالبل قدمي الرب يسوع له المجد، يقول لو هذا نبيا اللي علمنا خاطئة التي المرأة لمستنا خاطئة. عاوز المسيح أول ما تيجي واحدة خاطية بكية بتبكي عاوزة تقدم التوبة وبتبل قدميه بالدموع عشان تقدم دموع التوبة، عاوز المسيح يقول لا ابعد عني انت امرأة خاطئة. ما يعرفش ان هو جاي طبيب، قال له لا يحتاج الأصحاء لا طبيب بل المرضى. قالها كده الكل. وبعدين ضرب له مثل بقى، قال له مدين بخمسين ومدين بخمسمية وسامح الاثنين، مين يحبه أكتر؟ يسامحه بالأكتر. قال له هي بتحبنا أكتر منك عشان غفرت لها كتير. ده أولين آخرون وآخرون بقى أولون. كان يظن نفسه بقى إن هو فريسي حاسب مد يهود الأضيق، عشت فريسيا وعمال بي برضه ممجد في نفسه. وجات المرأة الخاطئة اللي قبلت قدميه بالدموع بقت مكانتها أحسن، مكانتها أحسن. اللي قدمت الفلسين في الهيكل مكانتها بقت أحسن من اللي قدمه كتير.
عشان دي من أعوازها، قدمت كتير قوي كتير قوي، صدقوني يظنون أن لهم مكانة كبيرة وهم بعيد عن ربنا كل البعد، مفكرين ربنا هيمشي على فكرهم ولا على هواهم. عشان كده حتى بيبقى في الصلاة ما فيهاش اتضاع، حتى صلاته ما بقاش فيها اتضاع. ده عمق الروح للصلاة بيقاس بالاتضاع اللي فيها. إنسان يكون متضع، ارحمني يا رب أنا عبدك الخاطي. ليس عجب يا رب تمحي إنسان بار، عجب ترحم خاطي مثلي. أنت يا رب إله التائبين، عاوزك تعيش. هو ربنا عاوزك كده، ربنا عاوزك كده، تطلب مراحم الله بانسحاق قلب. الصلاة تطلع زي أسهم النار للسماء، صلاتك بخور صاعد للسماء طالما فيها انسحاق قلب وطلب الرحمة من الله وإعطاء المجد لله. هي دي الصلاة المقبولة، طلب صلاة بانسحاق قلب، صلاة باتضاع، صلاة فيها طلب الرحمة من الله وإعطاء المجد لله، طبعا طلع زي أسهم النار للسماء. هو ده البخور اللي يقدم أمام عرش الله. إنما اللي وقف يتفاخر على مين؟ على ربنا خلق الكون كله. تتفاخر على مين؟ ما ينفعش. يقولها أيوب في آخر السفر كده، عزمت أكلمه وأنا التراب والرماد. هي دي الحقيقة، أنا بكلم له السماء والأرض وأنا التراب والرماد، هي دي الحقيقة، أنا التراب والرماد وبكلم له السماء والأرض. هنتفخ على إيه بقى؟ هنتفخ على إيه؟ ده بقول أشكرك يا رب إنك بتسمعني، أشكرك يا رب إنك بتقبل صلاتي وأنا إنسان حقير. دي الحقيقة. عشان خاطر كده الأولون يسرون آخرون وآخرون يسرون أولون. كل ما كنت متضع كل ما كانت كبيرة في السماء.